بينضم لينا دلوقتي على التليفون الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، طبعا بنرحب بحضرتك، وأكيد حضرتك متابع يعني هذا المشهد الديمقراطي الحقيقة، يعني باقي أقل من تقريبا نص ساعة، يعني بالضبط باقي 20 دقيقة صناديق الاقتراع إن شاء الله تفتح أبوابها. عايزة رؤية حضرتك وقراءتك لهذا الحدث المهم اللي مصر بتشهده، يوم عظيم جدا في تاريخ مصر بيمتد على مدار 3 أيام في هذا الاستحقاق المهم جدا، الانتخابات الرئاسية 2024. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد يوم مهم في تاريخ الدولة المصرية وفي تاريخ الجمهورية الجديدة. توافد المصريين أمام لجان الاقتراع حتى قبل أن تفتح اللجان دليل مهم جدا على إدراك ووعي الشعب المصري العظيم في الحقيقة بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات. هذا التوافد بهذه الأعداد الكبيرة منذ يعني اللحظات الأولى، بل قبل يعني أن تفتح اللجان أبوابها، هذا هو الشعب المصري، هذا هو الرهان الرابح دائما على وعي وإدراك الشعب المصري الذي دائما يساند الدولة ويقف بجانب دولته، خاصة حينما تطلب الدولة هذا الدعم وتطلب الدولة هذه المساندة في هذا التوقيت المهم الذي تمثل فيه الانتخابات نقطة مهمة في البناء السياسي والديمقراطي للدولة المصرية، وأيضا بترسل رسالة مهمة أيضا للعالم أجمع أننا شعب قادر على استكمال الطريق، شعب قادر على الحياة والبقاء والوجود. وبالتالي هذه هي الرسالة الأولى التي يعني أرسلها الشعب المصري حتى قبل أن تفتح صناديق الاقتراع بوقوفه واصطفافه وانتظاره حتى تبدأ اللجان في عملها. الحقيقة أن نحن أمام يعني محطة جديدة في البناء الديمقراطي والسياسي للدولة المصرية، انتخابات رئاسية تعددية بتحتشد فيها جهود الأحزاب والمجتمع المدني والشارع المصري والنخب السياسية والشعب المصري الذي يشارك الآن في الاقتراع، عملية سياسية بتعبر عن نمو وجودة التجربة السياسية المصرية التي بدأت مع عام 2014 وبدأت في الحقيقة منذ ثورة 30 يونيو التي رسمت ملامح جديدة للحياة السياسية المصرية. بنشوف النهاردة أحد أهم المحطات المتعلقة بهذه الحياة السياسية المصرية التي بدأت مع ثورة 30 يونيو، لهذا بنحفز المواطنين على النزول، لأن استكمال الطريق، استكمال أهداف ثورة 30 يونيو، استكمال ما تم إنجازه من محطات في هذا البناء الديمقراطي، هذه ليست المحطة الأولى بالمناسبة بعد هذه الثورة المجيدة، نحن نتحدث عن المحطة الثامنة في الاستحقاقات الانتخابية، مضينا نحو 7 استحقاقات قبل أن نصل لهذا الاستحقاق الانتخابي. ده كله بيقول ان احنا شعب قادر على بناء تجربه ديمقراطيه رائده تتناسب وطبيعه المجتمع المصري، وايضا يكون لها عوائد ايجابيه في الداخل المصري. ارى ان ايضا المواطن اليوم هو ينزل الى الصناديق ليجلب صوته، هو ينزل لانه ايضا راى عوائد هذه الديمقراطيه، راى عوائد الانتخابات السابقه، راها تنميه، راها اقتصاد، راها تعمير، راها امن واستقرار، راها مجابهه للارهاب، راها تموضع مصري جديد في المحيط الاقليمي والدولي. وبالتالي ايضا عوائد الديمقراطيه اصبحت ملموسه في الشارع المصري. المواطن الان بيذهب الى صناديق الاقتراع وهو لديه الادراك انه بيذهب بيضع صوته في الصندوق، وايضا بيرى الناتج الفعلي لهذا الصوت ولهذا الجهد في هذه الانتخابات. الى اي مدى استاذ جمال رائف حضرتك شايف انه اصبح الوعي اكبر بكثير لدى المواطن المصري لكي يشارك هذه المشاركه الايجابيه في استحقاق مهم، استحقاق دستوري بيعتبر هو الاهم، يعني اختيار وانتخاب ل يعني رئيس جمهوريه مصر العربيه، مصر بقيمتها وحضارتها ومكانتها في العالم اجمع. برأيي كيف يعني استطاع المواطن المصري أن هو يثبت أنه أصبح لديه الوعي بشكل أكبر، لديه مشاركة إيجابية بشكل أكبر في الاقتراع وفي المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري؟ بالتأكيد الرهان على الوعي المصري دائما رابح في الحقيقة، ونرى هذا الوعي بيتجلى في مختلف المحن ومختلف الأزمات أو حتى في التوقيت المهم الذي بيستدعي أن يكون هناك اصطفاف شعبي. ما يحدث الآن هو أن الوعي الجمعي المصري في الحقيقة في حالة اصطفاف خلف الدولة المصرية وحفاظا على مستقبل الدولة المصرية، وده بالحقيقة نتاج جهد كبير في الداخل المصري ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، سواء من خلال استقرار، من خلال محاربة ومجابهة للفكر المتطرف، من خلال طبعا البناء السياسي للدولة وافتتاح المجال للأحزاب والمجتمع المدني
الوطني والحوار الوطني وغيرها من محطات، أو حتى على الصعيد التنموي والبناء والتعمير، كلها أمور أيقظت الوعي، أيقظت الوعي الجمعي المصري، وجعلت المواطن في الحقيقة يدرك أهمية المشاركات الانتخابية وأهمية المشاركات في التحقيقات الانتخابية وأهمية القرار السياسي. يعني بدون قرار سياسي لا يمكن أن يكون هناك قرار يعني له علاقة بالاقتصاد أو قرار له علاقة بالتنمية. كل هذه الأمور تحتاج إلى قرار سياسي في البداية، وبالتالي حينما يذهب المواطن اليوم ليدلي بصوته لاختيار رئيس مصر فهو يشكل القرار السياسي الذي يقود الدولة المصرية خلال 6 سنوات القادمة. هذا القرار الذي يعني بيفعل ما نريده في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن والاستقرار والعلاقات الخارجية والعلاقات الإقليمية وغيرها من الأمور. وبالتالي نحن نتحدث عن وعي تشكل بشكل قوي جدا لدى المواطن في الحقيقة خلال السنوات التسع الماضية بالتحديد، وده جهد في الحقيقة أيضا ساهمت فيه القوى الناعمة المصرية. وبالتأكيد طبعا الجهد المبذول على الأرض حينما يرى المواطن المصري الآن الحقائق أمام عينه، ما يرى الواقع ولا ينظر فقط أو لا يستمع فقط للعالم الافتراضي والإشاعات والأكاذيب، وأصبح لا يتأثر بهذه الأكاذيب، كلها أمور أصبحت مهمة في دعم الوعي الجمعي المصري اللي بنشوف نتائجه اليوم. يعني نحن لازلنا ننتظر فتح صناديق الاقتراع والمواطنين يحتشدون أمام صناديق الاقتراع وأمام اللجان في مشهد في الحقيقة يعني في رسالة ومشهد عظيم للغاية، بيؤكد أن هذا الشعب شعب لديه إدراك ولديه وعي ولديه حب وانتماء للوطن. هو ينزل اليوم لينتخب مصر وبينزل بكمان يعني حتى من خلال الصورة وما نتابعه يعني بنجد أنه الحقيقة مختلف الفئات، يعني سواء بالنسبة للشباب بالنسبة لكبار السن، الحقيقة يعني ذوي الهمم أيضا طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة أيضا بتوفر لهم الكثير من التيسيرات لكي يقوموا بأداء هذا الواجب الوطني وهذا الحق الدستوري. إلى أي مدى هذه المشاركة متعددة من كل فئات المجتمع المصري أستاذ جمال؟ يمكن بالتأكيد يعني المشاهد الأولى والصور الأولى لاحتشاد المواطنين بتؤكد أن جميع فئات المجتمع المصري في اصطفاف كامل خلف الوطن وأمام صناديق الاقتراع. بنرى بالفعل السيدات، طبعا سيدات مصر العظيمات اللي يعني دائما بيضربوا المثل في المشاركة الفعالة والكثيفة في التحقيقات الانتخابية، أيضا طبعا الرجال والنساء، ولكن ايضا الشباب. يمكن المشهد الان والذي يعني يتصدره الشباب ايضا رساله مهمه، وده في الحقيقه بيؤكد ان حتى الشباب المصري الذي كان مستهدفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر العالم الافتراضي وكان مستهدفا بالاكاذيب والاشاعات لم يستجيب، ولكن الشباب المصري في الحقيقه هو احد جنود هذا الوطن، بل ان الدوله المصريه في الحقيقه، وده ايضا يحسب للتجربه المصريه، انها استطاعت ان تسخر طاقات الشباب نحو البناء والتعمير. الشاب المصري الان اصبح شريكا سواء عبر البناء السياسي، البناء التنموي، بنشوف تمكين الشباب في المجالات السياسيه سواء في السلطه التنفيذيه، في السلطه التشريعيه، في السلطه القضائيه، او على صعيد مشاركته في البناء والتعمير والمدن الجديده والمصانع والمزارع. اذا الشباب ايضا بيستقبل اليوم لانه شريك في هذه التجربه، هو احد اركان أو أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها التجربة المصرية. لهذا نجد الشباب اليوم يدافع عن تجربته، يحافظ على هذه التجربة، يدعم هذه التجربة نحو المضي في استقرار وفي تقدم، خصوصا في ظل هذا التوقيت المهم. الرسالة المهمة الآن في الحقيقة يعني بتصدر عن هذا المشهد العبقري المصري، بتؤكد أن حتى في ظل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية الصعبة وفي هذا المحيط الإقليمي المضطرب، الشعب المصري بيرسل رسالة للعالم أجمع أننا شعب قادر على البقاء. يعني أحفز الحقيقة كافة المواطنين على النزول ويعني المشاركة وعدم التخلي عن هذه المسؤولية الوطنية. يمكن الدستور في الحقيقة بيصف المشاركة الانتخابية على أنها واجب وطني، وبالفعل هي واجب وطني ومسؤولية لا يمكن التخلي عنها في هذا الوقت الثقيل، وبالتالي علينا جميعا أن ننزل، أن نشارك، أن ندعم الدولة المصرية، أن نحافظ على التجربة المصرية، أن نمضي لهذا الوطن نحو الجمهورية الجديدة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المشاركة. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين أنه بالفعل بدأ توافد المصريين على صناديق الاقتراع، على الرغم أن هي حتى الآن لم تفتح أبوابها بعد، ولكن الحقيقة
الحياة، بيتبقى دقائق قليلة حتى تبدأ صناديق الاقتراع في فتح أبوابها لكي يبدأ المصريون في بناء وطنهم، في صنع مستقبل مصر، في المشاركة في صنع سياسة الدولة المصرية من خلال حقهم الدستوري وواجبهم الوطني والمشاركة في التصويت لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية.